إمكانيات وقدرات هائلة تحوز عليها الجزائر تؤهلها لأن تكون قطبا تصديريا إقليميا في العديد من الميادين، لكن عراقيل عدة تقف أمام طموح بلوغ 13 مليار دولار صادرات خارج المحروقات. أننا نمشي مع بعض باش نحيو العقبات، لأنه فيه عقبات بيروقراطية موجودة، فيه حواجز في بعض الأحيان حتى قانونية، فيه حواجز في بعض الأحيان حتى ذهنية، أننا كنا لازم نتجاوزها باش مش فقط نلحق 13 مليار في سنة 2023، بل إن شاء الله نتجاوزها في سنوات قادمة إن شاء الله. المسؤول الأول على قطاع التجارة أكد أن مصالحه بصدد إحصاء ما تنتجه السوق الوطنية، متواعدا بمتابعة كمية ونوعية الإنتاج وكذا الأسعار، حماية للقدرة الشرائية للمواطن. عندما في بعض الأحيان on protège une production nationale، نحمي منتوج وطني أو إنتاج وطني، هذا لا ما لازمش يكون داعي من دواعي المضاربة، لأن الكثير من المنتوجات حميناها هنا في الجزائر للأسف، نحميو مادة كتدير يعني 1000 فراك عندما نحبسوا استيرادات واللي تدير 10000، وهذا ما يخدمش الإنتاج الوطني وما يخدمش السوق الوطني، لأن عندما نحمي منتوج وطني ما لازمش المواطن يخلصها أو المستهلك يخلصها. حمينا منتوجات في أمور غذائية وفي أمور متعددة، للأسف المواطن ما استفادش من الحماية هذه، راحت الأمور أخرى ودخلت في المضاربة. وقلت في اللقاء الأخير وحتى في ورقة الطريق نتاع وزارة التجارة أن عندما نحمي منتوج ما ندخلوش في المضاربة، لأن المضاربة مش فقط اللي خبى السميد والزيت والبصل والبطاطا، بل كذلك اللي ضارب في الأسعار. تصدير ما قيمته 13 مليار دولار خلال 2023 هدف تسعى الدولة إلى تحقيقه، وهذا لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع للوقوف عند الآليات المتوفرة والتكفل بانشغالات المصدرين، ما سينعش الخزينة العمومية بعيدا عن قطاع المحروقات.